بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نبدأ في شابتر جديد وهو الشابتر الثالث قبل الأخير، يعني في شابتر 7 و 8. أظن 8 هو الأخير أو في 9، أعتقد أن 8 هو الأخير. فالشابتر هذا يتكلم عن decision tree induction، مفهوم الديسيجن تري في الكلاسيفيكيشن، وهو مفهوم مختلف عن الديسيجن تري اللي شفناها في شابتر الديسيجن سبورت او الديسيجن ثيري. اظن الشابتر الثالث كان الرابع اللي انت اختبرته الى الشابتر الاول والثاني والثالث، صح؟ كان الثالث chapter 3. ف الديسيجن تري اندكشن او الديسيجن تري المستخدم في الكلاسيفيكيشن مختلف عن الديسيجن تري المستخدم في الديسيجن اناليسيس. راح نتكلم ان شاء الله في الشابتر هذا عن الكلاسيفيكيشن، واعتقد ان جزء كبير منكم يعرف معنى الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن كثير ما يعني يتطرق له أو يتحدث عن في كلاس الماشين ليرنينج أو الكلاسز أيضا في الـ AI، لأن الماشين ليرنينج أيضا نتكلم عنه يتحدث عن في الـ AI، والكلاسز المتعلقة أو القريبة من مجال الـ Data Science أو الـ Decision Support Systems إلى آخره. الكلاسيفيكيشن هو أنه يكون عندك you classify data based on some model، وأحيانا ما يكون عندك model، أحيانا يكون عندك طريقة معينة للclassification based on the training set and the values the class labels in a classifying attribute and uses it in classifying new data. فعندك attributes، وفي الغالب في machine learning speak تسمى features، وعندك target label يسمى class label، هو label أو class أو attribute اللي أنت تحاول تسوي عليها classification. features هي مواصفات sample معينة، والclass label هو target اللي أنت تسوي له classification. given a data set D of T1, T2 إلى Tn and a set، هذه set من samples and a set of classes. في الغالب في المشين ليرنينج set هذه تسمى big X أو capital X، وست هذه تسمى Y capital Y. بعدين الواي الأولى small y 1، then y 2 y 3 إلى y n، وهذه إلى n في عدد samples والclasses. عفوا، هنا نتكلم عن classes، معلش المعلومة اللي تو نتكلم عن الليبل لكل sample، هنا نتكلم عن عدد الclasses. عندك m classes، مثلا نقول ان الclasses مثلا فصيلة الدم أو موجب أو سالب، A موجب، A سالب، A B موجب، A B سالب، B سالب، B موجب. فكم فصيلة عندنا؟ 6 أو 7؟ 8. يكون عندك C كابيتال هي فصائل الدم، و D هي data، مثلا الشخص الأول معلوماته اسمه وعمره وحالته الصحية إلى آخره. And the classification problem is defined or is to define a mapping function if goes من الـ D and maps للـ C where each TI is assigned one class. كل TI مثلا المريض الأول المريض الثاني is assigned one class. وصل الدم.
غالبا ما اعتقد ان مثال غزلة الدم يصير عليها بريدكشن، يمكن ما يكون مثال دقيق، لكن ممكن الكلاسز هل هو مصاب ولا غير مصاب بكورونا مثلا، والسامبلز اللي هو مثلا درجة الحرارة، مدة التعب مثلا 5 أيام 6 أيام، فقدان حاسة الشم والتذوق إلى آخره. Actually divides D into equivalent classes. طيب هذا مثال لداتا سيت، training data set فيها العمر لكن ما استخدم كرقم، استخدم ككاتيجوري، أقل من 30 سنة، ما بين 30 أو 31 إلى 40، وأكثر من 40 سنة. الإنكم هاي ولا ميديوم ولا لو، هل هو طالب ولا لا، باينري. الإنكم تأخذ 3 different values، age تأخذ 3 different values، leasing rating ممكن credit score على سبيل المثال، clear excellent يأخذ 2 values ولا 2 possibilities، بعدين buys computer yes ولا no. في الغالب إذا أعطاك training data set target class يكون هو آخر attribute، البقية شو تسمى؟ features. طيب الانبوت عندنا كان training data set، الهدف اني احصل على الاوتبوت هذا اللي هو model، ونوع الموديل هذا هو decision tree or bias computer. حتى أسوي classification بناء على المعطيات، بناء على الفيتشرز هذه الأربعة، هل سيشتري كمبيوتر ولا ما راح يشتري كمبيوتر. فكان عندنا decision tree، أول شيء أسأل هل عمره أقل من 30 سنة ولا بين 31 إلى 40 ولا أكثر من 40 سنة. بعدين إذا كان أقل من 30 سنة هل هو طالب؟ يس أقول له والله بيشتري، ما هو طالب ما راح يشتري. ما بين 31 إلى 40 بغض النظر عن الفيتشرز الثانية راح يشتري، فوق ال 40 ما يهمنا هل هو طالب ولا ما هو طالب، يهمنا الكريدت سكور أو ليزنج سكور ريتنج، هل هو إكسلنت ما راح يشتري، هل هو فير راح يشتري. المشكلة عندنا في decision tree أو المهمة اللي احنا نحاول نسويها أنه وش أفضل decision tree؟ هل أسأل أول شيء هل هو طالب ولا لا، بعدين أسأل كم عمره، أو أسأل العمر بعدين أسأل هل هو طالب ولا لا. هذا هو decision tree induction اللي هو بناء decision tree بناء على المعلومات. inductive reasoning الAI inductive reasoning اللي هو لما يكون عندك data set، من الداتا سيت هذه تبني موديل سواء كان ديسيجن تري او غيره، او رولز، او تسوي فيت الموديل معين بالستيك ريجريشن سبورت فيكتور ماشينز الى اخره. طيب الحين بنتكلم عن بعض المفاهيم في الانفورميشن ثيوري. السبب ان نتكلم عنها طبعا هي يعني الانفورميشن ثيوري المفروض ان يكون يعني كورس منفصل. المفاهيم هذه نتكلم عنها لان في الديسيجن تري اندكشن بنستخدم بعض المفاهيم هذه، الانتروبي، الانفورميشن جين وغيرها. فيمكن بيكون الجزء هذا نوعا ما مختصر، فهمه قد ما يكون سهل في محاضرة واحدة. بنركز على الأشياء المهمة فقط في الـ decision tree induction. الـ information theory الـ intuition يقول لك إذا كان عندك event
that is more probable, it brings less information. هنا يقول لك you are in a desert. Someone told you tomorrow will be sunny. في عادة في الديزرت هذا more probable event. إذا كنت أنت في صحراء طبيعي أن بكرة يكون مشمس. هذا لو هذا هو الأصل. فش احتمالية؟ احتمالية عالية جدا يمكن 99%. فهل المعلومة هذه أو الخبر هذا أعطاك معلومة ولا ما أعطاك معلومة؟ يقول لك this message brings no information. The less you know, the more information is provided. يمكن الستيتمنت هذه ما هي دقيقة جدا، لكن الفكرة لو أعطيتك خبر عن شيء احتماليته بسيطة ضعيفة جدا جدا، فأنت حصلت على معلومة كبيرة جدا جدا. هذه الكونسبت هذا يسمى الانفورميشن كوانتيتي اتش اسوسييتد وذ ان ايفنت از ا ديكريزد فانكشن وذ اتس بروبابيلتي. كل ما زادت البروبابيلتي اللي هي البراير بروبابيلتي، فمثلا البراير بروبابيلتي انه يكون مشمس في صحراء 99%، كل ما زادت الكوانتيتي هذا كل ما قلت الانفورميشن كوانتيتي، ما حصلت على معلومة مهمة أو معلومة كبيرة. بينما لو قلت لك أن بكرة بيكون فيه لا قدر الله زلزال، وش البراير probability أن يكون فيه زلزال in a given day؟ هي almost zero, very close to zero. فالرقم هذا في المقام سيكون كبير، بالتالي المعلومة اللي أعطيتك إياها بتكون information quantity كبيرة. هذه فكرة الـ information quantity. إذا كان عندك two independent variables x و y، information quantity هو مجموع quantity للـ x زائد quantity للـ y. أعطيتك معلومة أن بكرة بيكون مطر وبيكون مثلا زحام، فالزحام تشوف كم الكوانتيتي له، وش البراير بروبابيلتي، وفي طريقة معينة كيف تحسبها اللي هي ماينس لوج بيز 2 للبروبابيلتي اوف اكس. وإذا كان عندك معلومتين أعطيتك ال h x كما y هنا سيكون minus log base 2 probability لل y. شباب اوكي طيب ليش يستخدم اللوغاريتم؟ Want the information when there is one-off relay. عندك relay ممكن أن يكون on-off. هنا يحاول أن يوصل فكرة البيت. عندك two choices to be one bit of information. We get this with log 2 base 2 لل2. إذا مثلا أنت عندك معلومة باينري تقدر تمثلها ب 1 بت صفر او واحد، لكن اذا كان عندك 3 ريليز فبيكون عندك 2 to the power 3 8 choices. نقول عندك ثلاث مفاتيح on off on off on off، بيكون عندك 8 choices. تقدر تشغل مثلا المفتاح الاول تطفي اثنين الثانيين، تشغل الطفي الاول تشغل اثنين الثانيين، تطفي تشغل الثاني تطفي الاخرين وهكذا.
تمثلها في 3 bits 0000001 0110100 0011 0111 give possible values for all three relays. الفكرة انك ما تحاول تستخدم bits اكثر مما تحتاج. This sample of training data, S is an element of S. فخلنا نفترض أن عندك عدد S من samples, والS خلنا نقول S هي set من samples, والS is one element من set هذه. The elements the class P or positive examples من الS, فالS هي samples بعضها positive وبعضها negative. عدد ال positives هو P وعدد ال negatives هو N. وش احتمال أن الS belongs to P؟ أن الS هي sample من ال set samples. أخذنا عينة احتمال أنها تكون positive, P على P plus N. ليش؟ معي يا شباب؟ معك دكتور. ليش ان الـ probability هو عدد الـ P على الـ P plus N؟ لأن الـ positive, لأن نطلع الـ positive نقول نجيب قيمة التوتال تحت. تحت هو التوتال. خلنا نفترض ان الست S فيها منها بوزيتيف واربع منها نيجاتيف. طيب وش احتمال ان الS تكون بوزيتيف؟ 60% صح, 6 على 10, او تقول P على كاردناليتي للS. الاس لانها هنا ست, فكاردينال الست هي 10. الكاردينالتي معنى عدد الايتمز للست, تكون 6 على 10 او P plus N بمعنى كلاس ثالث. طيب the information quantity needed to decide whether S is belonging or belongs to P or to N هي I of P, N اللي تو شفناها هي ال H صح؟ الآن I هو وزن الأول مضروب في ال information quantity اللي هي ال H اللي log base 2 P probability, زائد يعني صارت ناقص لأنها هي minus لو شفنا فوق minus log, صح؟ لذلك هي زائد أصلا لكن minus شالت plus symbol على وزن ال P plus N ضرب ال H نيجاتيف اللي هي log base 2 في ال probability نيجاتيف. طيب intuitive example from
biology. Suppose that we have four symbols. A, C, G, T. أنا أقول أن عندك four class labels. A, C, G, T. خلنا نقول مثلا فصيلة الدم. عندنا لنفترض أن أربع فصائل دم A, C, G, T. كل واحدة لها probability. فنص الناس مثلا فصيلة دم عندهم A. ربعهم C. أقول C هي مثلا A هي الـ O. C هي الـ A. فصيلة دم A. سواء A plus ولا الـ A minus. الجي خلنا نقول هي الـ B. أنا أحاول بس أعطي مثال حتى تتضح الفكرة. ثلث الناس مثلا من الفصيلة G وثلث الناس من الفصيلة T. لو قلت لك إن فلان فصيلته T. هل أعطيتك معلومة أكبر من لو قلت لك إن فلان فصيلته A ولا أصغر؟ أكبر. أكبر. لأن حالة نادرة تعتبر. إصابة بكورونا لو قلت لك فلان سليم. هل هي نفس المقدار من المعلومة لو قلت لك فلان مصاب؟ لا. مصاب أنا أعطيتك معلومة أكبر. إنه نسبة أقل من الناس هم الناس المصابين. طيب نحسب الـ information quantity اللي هي الـ H للـ A اللي هي minus log base 2 probability للـ A اللي هي نص. 2 أس كم يساوي نص؟ 2 أس 1 صح؟ عفوا كيف تحسب اللوج؟ إيه 2 أس سالب 1 يساوي نص، وسالب يروح مع السالب فيكون عندك 1. الجي اللي هي ثمن 2 والسالب 3 يساوي 8 والسالب يروح مع السالب فيكون عندك 3 information quantity. فهنا قال لك bits وهنا صار عندك 2 bits بالنسبة للسي و 3 bits بالنسبة للتي. ليش ما عكسنا خلينا الA تاخذ bits أكثر؟ لو بسوي أنا رسالة message أو string بعطي الـ A وزن أكثر، الـ A احتماليتها أكبر، فبالتالي بيكون عندي عدد البيتس أكثر، وأنا أحاول أني أختصر، ما أحاول أنه يكون عدد البيتس أكثر. فهنا حسب الـ I اللي هي وزن الأول نص ضرب عدد البيتس أو الـ information quantity الـ H، نص زائد ضرب واحد طبعاً زائد ربع اللي هو هذا ضرب 2 زائد 8 ضرب 3 زائد 8 ضرب 3 وعطاني 1.75 اللي هي bits per sample هذا الافريج. طيب قال هو اعطانا هنا قال لك ان الA ان بنعطيها الكود 1 طبعا باينري كود الباينري لها عطاء 1. ليش 1؟ لان هي 1 bit لما تكون 0 او 1 أعطاها 1. كود للسي أعطاها 0-1 لأنها 2 bits C 2 bits والجي 3 bits أعطاها 0-0-0 والتي أعطاها 0-0-1. So the string of 8 symbols A C A T G A A C الرسالة هذه أو string هذه يمكن تمثيلها ب 14 bits. كانت A 10 bits فبيكون كم عندك عدد كبير 100 مثلا ولا 40 ولا 50. لو كانت A هي 3 والT هي 1 T ما ظهرت هنا إلا مرة واحدة وإحنا عارفين من أول prior probability حقها ثمن فصار عندك
تي والجي كلها ظهرت مرة واحدة، هي اللي كونت لك 3 بيتس في الانكودينج حقك. هنا الـ A صارت 1، بعدين فيه 0 ما في أي بت 0، فأكيد أنه اللي بعده يتبع له 1 0 1 0 1 اللي هو C، خلاص 0 1 اللي هي AC، بعدين 1 A، بعدين 0 0 1 T صارت AC AT، بعدين 0s 3 0s اللي هي G، بعدين 1 بعدين 1 AA 0 1 اللي هي C. For 8 symbols we need 14 bits, so the average is 1.75 bits per symbol. وليش وافقت هذه 1.75 مثل ال 1.75 هذه؟ لاني احترمت هنا في ال string هذه، يعني صادف ان string هذه فيها نفس ال probability لكل symbol. لو صادف اني مثلا ضفت اي ثانية قبلها يكون الافرج اقل، لان الاي صارت اكثر من 50%، اكثر من نص، يعني عددها اكثر من نص السيمبلز، فبالتالي تبتقل عندي ال طيب كل هذا مقدمة للانفورميشن جين والانتروبي. Information theory, optimal length code assigns minus log is to p bits to a message with probability p. هذا optimal length code. لو استخدمت شيء ثاني بستخدم كود أطول، وأنا بحاول أني أختصر الكود قدر المستطاع. Entropy S, expected number of bits needed to encode the class of a randomly chosen member of S. أخذت small s من ال S الكبيرة هذه، فكم بحتاج إلى bits حتى أسوي encode لل class label ل sample هذه. Entropy S equals to I of P أما N، لأن عندي كلاسين P و N ويساوي الكوانتيتي هذه اللي نعرف نحسبها من السلايدز اللي قبلها، وزن الأول P ضرب minus base to log probability لل P زائد، طبعا هذه بتكون ناقص بعدين، ليش؟ لأن بطلع ناقص برا، وزن نيجاتيف ضرب لوج بيس 2 probability للنيجاتيف. Test on a single attribute A will give us some of information. لنفترض ان عندك attribute A، نقول هو العمر، divides S into subsets S1 الى SV. رجعنا فوق، جبنا هنا العمر، وهنا لنا ثلاث three categories أو three different possible values لل age، معناها أن ال age divides S into subsets S1 S2 S3. subset الأولى اللي فيها الايج اقل من 30، سبست الثاني من 31 الى 40، سبست الثالثة اللي اعمارهم من 40 فاعلى. A can have three distinct values. صح، A can have three distinct values. 31 31 40 40 واعلى. HSI كل sample has positive and negative example or examples of PI and NI. المجموعة الأولى اللي أعمارهم تحت الثلاثين فيها positive ونegative. No no
وأيضا فيها يسز، فيها يس هنا. المجموعة اللي ما بين 31 إلى 40 فيها يس وفيها نو، يشتري كمبيوتر ما يشتري. فوق 40 فيه يس وفيه نو. يس نو ممكن يكون صفر، يعني ممكن ما فيه يس ونو، بس إنه تأخذ possibilities. After testing A, we need entropy. A, bits of information to classify the sample. Entropy A, summation. لي ال PI plus NI على عدد ال samples. نسوي نشوف summation لكل فئة. الفئة الأولى اللي هم تحت ال V الأولى اللي هي تحت 30، نشوف كم فيها ال نأخذ الأوزان ونضربها في summation للفئة هذه، بعدين نجمعها مع فئة ال 31 إلى 40 ونحسب الكوانتيتي هذه، الوزن حقها والإنفورميشن كوانتيتي، بعدين فئة ال فوق ال 40 الوزن للفئة هذه ضرب الإنفورميشن كوانتيتي، نأخذ عليها إن شاء الله مثال. Information gain from A attribute test is the difference. الآن مفهوم جديد اللي هو information gain، والفرق بين the original information requirements before splitting and the new requirements after information after splitting. وشو splitting اللي صار؟ إني قسمت المجموعات أول شيء before splitting إن كل يبغى هذا كامل كمجموعة واحدة. splitting اللي صار إني قسمتهم اللي تحت الثلاثين وواحد ثلاثين أربعين وأكبر من الأربعين. information gain الفرق بين original information requirement before splitting and the new requirement اللي هي gain A. A هو attribute اللي هو age اللي استخدمته للتقسيم، يساوي entropy للS minus entropy للA. ناخذ المثال هذا ترى يمدي. The key اللي هو نشتري كمبيوتر yes plus n انه ما يشتري كمبيوتر no. نشتري كمبيوتر no. positive والnegative. ال i p كما n اللي هي ال i 9 كما 5، منين جاب ال 9 وال 5؟ حسب كم عدد هذا عندي التيبل مرة ثانية إجابة، كم عندي النوع 1 2 3 4 أو 5 النوع اليس 9، كم عندي روينا 9 زائد 5 14 صح؟ عدوها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. طيب ال i p كما n اللي هي ال i 9 كما 5 اللي هي وزن الاول اللي هو البوزيتيف اللي هو طبعا ليش حط ماينس برا؟ لانه هو في ماينس كان هنا حطه برا. ماينس 9 على 14 لوج البروبابيلتي اللي هي 9 عدد اليس على المجموع 14 ديفايدد باي لوج 2، تقدر تحذف اللوج 2 هذه وتدخل لوج بيس 2 هذه بيس 10 الان، فعشان ما نخلطهم إننا نخليها log base 2 إذا تبصحونها عندكم أو إنك خلاص أفهمها log base 2 وتقدر تحذي. إن log base 2 هو log base n على log 2، خليها كذا واضحة شباب؟ واضحة المعلومة هذه ليش قسم عن log 2؟ واضح لوج بيس 2 لان لوج 2 عشان يحصل على لوج بيس 2 للكوانتيتي هذه. اذا الاله الحاسبه اللي انتم ما فيها لوج بيس 2 تقدر تحط لوج ديفايدد باي لوج 2. طيب ماينس الكوانتيتي الثانيه وما اعتقد ان نحتاج نشرحها، طلع الماينس من لوج برا
5 على 14 هو وزن النو و اللوج البروبابيلتي 5 على 14 ديفايدد باي لوج 2 حتى يحصل على، فاعطاك الكوانتيتي هذه. هذه هي الانفورميشن كوانتيتي بدون ما نقسم الى مجموعات، الى ثلاث مجموعات. طيب هنا يقول لك كونتريبيوت، عفوا كومبيوت ذا انتروبي فور ايج، اختصر لك قال لك انه الاعمار تحت 30. طبعا تقدر تجيبها من هنا تيبل هذا الايج حقهم، عفوا العدد البوزيتيفز 2 عدد النيجاتيف 3. لو شفنا تحت 30 عندي نو نو، هذا 2 هنا تحت 30 نو صار 3 ويس ويس هنا 2 يس 3 نو. وش الاي بي اي ان اي عوض مثل ما استخدمنا دي، يطلع لك 0.971 وهنا يطلع لك 0 وهنا يطلع لك 0.971. الانتروبي للايج يساوي 5 على 14 في الاي 23 اللي هي هذه اعتقد، زائد 4 على 14 في الاي 40 اللي هي 0 يعني الاي 4.0 و5 على 14 زائد 5 على 14 في الاي 32 اللي هي هذه، يطلع لك التوتال 0.694. 5 على 14 I 23 means age less than 30 as 5 out of 14 cells. With 2 yes and 3 no's. طيب الجين information gain للage اللي هي information gain للتابل كامل minus the information الانتروبي عفوا انتروبي للتابل ناقص الانتروبي للايج ويساوي انتروبي للتابل كامل 9.940 ناقص 0.694 ويعطيك 0.246. هذا فقط one feature. الحين نحسب الانكم بس الطريقة انكم اللي هاي وميديوم ولو، اسوي التابل صغير هذا واقول هاي ميديوم لو، كم عدد البوزيتيف للهاي كم النيجاتيف للهاي، واحسب الاي بوزيتيف نيجاتيف بنفس الطريقه، ثم احصل على الجين، اخصم الجين هذا من الجين اللي احصل عليه بالحسبه من الانتروبي، واحصل على انفورميشن جين للانكم 0.029، انفورميشن جين من ستودنت او لا 0.15، وانفورميشن جين انه ليزنج ريتينج 0.48. طيب كيف اسوي الديسيجن تري؟ اخذ اكثر فاريبل يعطيني انفورميشن جين اللي هو الايج، اعطاه اول واحد. للحديث إن شاء الله. ما عارف شباب.